السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهالي الكرام، طلاب الأعزاء، طلاب مدرسة البيت العتيق الإسلامية الصف الأول، كيف أصبحتم أصدقائي؟ أتمنى أن تكونوا جميعكم بخير وصحة وعافية. والآن أصدقائي، درسنا اليوم عبارة عن مراجعة لعملية الجمع، مراجعة للجمع ضمن منزلتين. أخذنا سابقا درس الجمع، وهو عبارة نضع الصغير الكبير في عقلنا والصغير على يدنا ونقوم عملية إكمال عدد. ولكن عندما يكون هنا العدد من منزلتين آحاد وعشرات، كيف تكون الطريقة؟ لدينا أولا الجمع الأفقي، وتكون هكذا، مثلا 35 زائد 22. نقوم بوضع خط تحت الآحاد، هنا 2، هنا 5، ونقوم بإيصال الخط بينهما، بين الآحاد في كل مسألة. 5 زائد 2، نقوم بوضع الكبير وهو 5 في عقلنا، و2 على أصابع اليد، ونقوم بعملية إكمال العد. 5 6 7، نكتب هنا 7. بعد ذلك نقوم بوضع إكس تحت العشرات، هنا إكس وهنا إكس، ونقوم بإيصال خط. 3 زائد 2، 3 في عقلنا، و2 على أصابع اليد، ونقوم بعملية إكمال العد. 3 4 5، إذن 57. مسألة أخرى، 81 زائد 13. هنا الآحاد 3 وهنا الآحاد 1، نعمل خط بينهما. 1 زائد 3، 3 نضعها بعقلنا، ونقوم بالعدد 1 على أصابع اليد. 3 4، هكذا. بعد ذلك على العشرات، هنا إكس، عشرات 1، وهنا العشرات 8، ونقوم بإيصال خط بينهما. 8 زائد 1، 8، ونكمل العد. 8 9. بعد ذلك نقوم مثلا 40 زائد 32، هنا الآحاد 2 وهنا الآحاد 0، 2 زائد 0 2، أحسنتم. وهنا العشرات 3، العشرات هنا 4، 4 زائد 3، نقوم بوضع 4 في العقل و3 على أصابع اليد، ونقوم إكمال العد. 4 5 6 7، هكذا. بعد ذلك مثلا 59 زائد 20، هنا الآحاد 0 وهنا الآحاد 9، 9 زائد 0 تبقى 9. هنا العشرات 2 وهنا العشرات 5، 5 زائد 2، نقوم بإيصال خط ونكمل العد. 5 6 7. ثلاثة وستون زائد 32، نقوم بحلها بشكل جماعي أصدقائي. هنا 32، أين الآحاد؟ أحسنتم، 2. 63، أين الآحاد؟ 3. نقوم بإيصال خط. 3 إنها الكبيرة، نضعها في العقل، و2 على أصابع اليد، ونقوم بالحل بشكل جماعي. 3 4 5، ممتاز. بعد ذلك نقوم بوضع إكس تحت العشرات، 3 هنا وهنا 6، ونقوم بإيصال خط. 6 زائد 3 ويساوي، أحسنتم، 9. هنا أصدقاء، عندما يكون لدينا الجمع أفقي، الطريقة الأخرى عندما يكون الجمع عمودي، أي تكون الأعداد تحت بعض، مثلا 52 زائد
ثلاثة عشر. وهنا نقوم بوضع المربع. أول شيء نقوم به أصدقائي بعمل خط بين الآحاد والعشرات هكذا، ونقوم بجمع كل عددين تحت بعضهما مع بعضهما البعض بنفس الطريقة. نضع الكبير في العقل والصغير على أصابع اليد ونكمل العدد. العد 2 زائد 3، 3 في العقل واثنان على أصابع اليد، 3 4 5. بعد ذلك 5 زائد 1 ويساوي، أحسنتم، 6. مسألة أخرى أصدقائي، مثلا 8 وسبعون زائد 21. وهنا نقوم بوضع المربع. أول شيء نقوم به، أحسنتم، بعمل خط بين الآحاد والعشرات. هنا الآحاد والمنطقة الأخرى العشرات. 8 زائد 1 ويساوي، أحسنتم، 8 لأنها الكبير نقوم بوضعها بالعقل، والصغير أصابع اليد ونكمل العد. 8 9، أحسنتم. 7 زائد 2، 7 بالعقل 2 على أصابع اليد، 7 8 9، أحسنتم، 99. مسألة أخرى أصدقائي الطلبة، 24 زائد 53. أول شيء نقوم به أصدقائي الطلبة، أحسنتم، بوضع خط بين الآحاد والعشرات لكي أقوم بالحل بشكل سريع وبسيط. 4 زائد 3، أحسنتم، أقوم بوضع العرض 4 في العقل والثلاثة على أصابع اليد وأقوم بإكمال العد. 4 5 6 7. 2 زائد 5، أحسنتم، أقوم بوضع الخمسة بالعقل واثنان على أصابع اليد وأقوم بإكمال العد. 5 6 7، ممتاز. مسألة أخرى أصدقائي، 71 زائد 12، أحسنتم. أول شيء أقوم به بعمل خط بين الآحاد والعشرات. 1 زائد 2، ممتاز، 3. 7 زائد 1، ممتاز، 8. أخيرا أصدقائي مسألة أخرى، 59 زائد، أحسنتم، 10. أول شيء أقوم به أصدقائي، ممتاز، أفصل بين الآحاد والعشرات بخط. 9 زائد 0، ممتاز، تبقى 9. 5 زائد 1، 6، ممتاز، أحسنتم أصدقائي. وهكذا أصدقائي تكون حصتنا لهذا اليوم قد انتهت. أتأمل أن تكون قد نالت إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.